سأحاول أن أوصل لكم الفكرة التي أردت أن أخوض معكم فيها، لكن هناك بعض المستجدات. وأن في طريقي إلى البيت في القطار قرأت أرتيكل في ميديا 24، والأرتيكل على ديدييه لومبلان، هذا لو ديريكتور جينيرال ديال سنترال دانون. الله يرحم لكم الوالدين إلى ما شاركوا، الله يجازيكم بخير إخوتي في الله، الله يرحم والديكم. وأنا إن شاء الله بعد انتهائي من المباشر سأحاول أن أخذ هذاك الحوار ونقوله يكون إن شاء الله في التعليق الأول، سأتركه إليكم حتى تقرأوا هذا التعليق. هو حوار مع ديديا لبلان، هذا لو ديريكتور جينيرال ديال سنترال دانون. أنا من قريت كله جاتني الضحكة، إنه يهددنا هذا بطريقة أو أخرى، يهددنا وبطريقة أخرى يكذب علينا، فهمتي؟ داكشي اللي كل شيء اللي كانوا كيخرجوا همايا وكيقولوه لينا على المباشر، حنايا هادي سنين ما زدناش في السلعه، هادي كذا وكذا، وحنا راه درنا بزاف لهاد الدوله هادي، ودرنا بزاف ديال لي زانفيستيسمون اللي كترجع للمواطنين، ولكن حنايا للاسف تفاجئنا، ما عرفناش كيفاش هاد البويكوت علينا حنايا، حنايا المقاطعه حنايا فاجاتنا ما كنعرفوش السبب. هادشي اللي كيقول هو يا، وللاسف هذاك الصحفي ديال الميديا 24، للاسف شوف انا بالنسبه لي انا كل هاد الصحافه اللي خارجه على العلان وكذا غير موثوق فيها. عرفتي انا الصحافه اللي كنثق فيها انا دابا غادي يجيكم الضحك، دابا كنثق في مول القشابه، كنثق في السي العربي والمصطفى وفاطمه البحريه، هادو هما اللي وليت كنثق فيهم، يعني الميديا ديالنا السوشيال ميديا والله هم الذين اثق فيهم. غير هو حنايا بعد خطرات انا كتشوفوني كنتقد بعض الاخوه كيخرجوا كيحطوا فيديوهات معينه ولا كذا، هذاك الانتقاد هذاك راه ان شاء الله صحي، ان شاء الله ما عندنا حتى مشكل. حتى انا راه كتجيني بزاف الانتقادات وكناخذها بالاعتبار، الا كانت ايجابيه ما كاين حتى مشكل تاخذها وكتوظفها ان شاء الله في المباشر الجاي، لان في اخر المطاف حنا بغينا نوصلوا المعلومه توصل، بغينا حنا الوعي ينتشر، ما كاين حتى مشكل باش نكون عندنا اراء مختلفه او كذا ويكون التعديلات. وراه بهذه الطريقه هذه نكونوا مرآة لبعضنا ان شاء الله، حتى القدام من هنا لقدام تولي عندنا ميديا خاصه بينا حنايا المعلم، ما نبقاوش حنا ما خاصنيش. كيف قلت لكم انا راه حطيت لكم هذاك المنشور غير جانب بين قوسين على المقاطعه، والله العلي العظيم وانا صايم قسما بالله انتم والله ما رجال المغاربه، والله ما فيكم غرام ديال الرجله، وما كلكم ما محيتوش الدوزيام من ديوركم، والله وخليتوها في ديوركم قسما بالله العلي العظيم، الا كنتم راه كتلعبوا كتخربوا، ورانا صايم وحلف بالله واقسم بالله، لان والله العلي العظيم الدوزيام ان والله لا فحش ولا فجور في البيوت، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تضرب عليها حتى في رمضان الله يستر وتشوف فيها العجب. انا راه ما عنديش، انا كنقول لكم تشدها في الانترنت باش كنعرف انا، لان كنخرج انا للعلن وكيخصني نوصل انا معلومه ولا كذا، المعلم كيخصني نكون على درايه ما يدور، حتى انا مسموح لي مثلا اي انسان كيخرج على العلن وكيحاول باش ينشر الوعي او ينتقد حالات معينه في المجتمع، لا حرج عليه انه هو بالذات تكون عنده هذه القناه في الدار باش يشوفها وكذا ويتطرق لها، لان كل الناس اللي مازال عندهم الدوزيام في الدار كيخصنا نوصلوا لهم المعلومه، كيخصنا ننصحوهم. هذا الدوزيام هذا كما اقول انا والله العلي العظيم وكانها ليست مغربيه. كل حتى الناس اللي كيكونوا فيها والناس اشكالهم طريقه اللبس ديالهم طريقه الضحك ديالهم كذا باسلين قلالين اللحيه لا دين لا مله، باش نكونوا واضحين. وهذا والله لا يشرفنا انه يكون في بيوت المغاربه، يكون في بيوت مؤمنين مسلمين، يكونوا في حتى تكون في بلاد امير المؤمنين، هذا والله لا يجوز. احنا من غادي تولي عندنا الروطالات هنايا والام بي سيات وكذا، لا، احنا المغرب بلد امير المؤمنين. احنا عندنا الطاعه لامير المؤمنين، ماشي اي واحد، امير المؤمنين حامي المله والدين. فكل الوطن وكل الصحافة والميديا والتلفزة كلها خصها تكون عنوان تحت أمير المؤمنين، كيكون عندها عنوان كيدل على أن هذا بلد المؤمنين، لأن يحكمها أمير المؤمنين، يعني بحال يعني دولة دينها الإسلام.
وداكشي اللي كتعرض الدوزيم والله ليس من اخلاق المسلمين قسما بالله العلي العظيم. وهذا القى به الله انا سبحانه وتعالى، وهذا داخل في الامر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا داخل اللهم ان هذا لمنكر. نقولوا المعلم المغاربه كلهم كيقولوها وكلهم كيعرفوها، ضروري تكرروها. نرجعوا للموضوع، هذاك ديديا لو بلون دخل في هذاك الحوار غادي نحضروا كذاب، كيقول لهم حنا وظفنا وكذا. لا المعلم سير عطينا حنا غير التيسع، وقال لهم هذه حنايا 3 سنين ما زدناش وكنت غادي نجي، وقالوا غنزيدوا، قلت لهم لا ما تزيدوش وكذا، ودخلوا عباد الله وكاينين عباد الله. وبدا هنا هو يولي ولا كيقمعها، كيقول لك حنا راه غادي ناخذوا خطوات ضد شي وحدين كانوا كينشروا الكذوب وكذا، وهذه باغي تخلعنا. اه والله العلي العظيم ما تخلعنا المعلم، فلوسنا في جيبنا وسلعتك عندك، والله ما نشريو السونتر. انا بعدا كنهضر على راسي وانا صايم، اه والله ما تدخل السونتر الكرشي، يلا قسما بالله. وراه اتفقنا ما كاين التي تي لا حب الملوك، حنا غنطلقوه. وراه من اليوم يعني لو 26 هو كان خرج ل 26 وقال لك راه من اليوم غادي يكون، وراه نتنازلوا على 30% ديال الحليب ديال الفلاحه، ما بقاوش كياخذوا 30% من عند الفلاحه، يعني ينزلوا عليهم دبر راسهم هذوك الفلاحه يعوموا في حليبهم بهذه الطريقه. هو قال ديك اللعبه كيلوح علينا حنا الضغط، ها حنا كنقولوا ليك المعلم هذوك الفلاحه اللي بقى لهم الحليب، هذوك الفلاحه المعلم يعطيو العجوله ديالهم ويخرجوه يبيعوه لينا ديريكت، نشريوه المعلم ونسخنوه ونشربوه، ما عندناش حنا مشكل، حتى واحد ما غادي يضغط علينا، حتى واحد ما غادي يدير لنا ديك اللعبه الا ما درت يا انا يا الطوفان. لا سير سيدي اللهم الطوفان تويست، حنا بغينا التورنادو ولا انت واحد بحالك يجي يخلعنا حنا وسط البلاد ويقول لنا الا ما شريتوش ولا شي حاجه ما ناخذش الحليب عند الفلاحه، وراه يخسر لهم الحليب ولا غيخسر لهم. شتي حنا المعلم حنايا حنا راه مغاربه وعندنا تضامن اجتماعي، شتي في اخر المطاف شتي هذوك صحاب 700 بقره و 800 بقره و 1000 بقره، هذوك ما تسوقوش لهم المعلم، هذوك اصلا كانوا كياخذوا 4000 درهم على كل عجل، وراه مغربي كياخذ يلاه 200 درهم على وليدو الا تزاد ليه. شتي هذوك وحنايا كنعرفوا هذوك لي كروسيز دوك الكبار ولا كذا، حنا ما كنتعاملوش معاهم ما مسوقينش لهم، حتى هما ما مسوقينش لينا، هادوك راه حنا عارفين شكون هما، فهمتي؟ حنا اللي عندنا به الغرض ولا غادي تضر ولا شي حاجه هو مول 4 البقيرات ولا 6 البقيرات، هادوك المعلم حنايا نتعاونوا معاهم وكاين تعاضد ان شاء الله وما كاين حتى مشكل. الوقت اللي غادي يخرجوا علينا هما ونعرفوهم هنا حنا متعاون نديروا لهم حمله، نجمعوا لهم في لو موند اونتي المعلم ونعطيهم فلوس صحاح، حنايا نعوضوهم، حنا كاع مغاربه يعوضوا مغاربه. ولكن راه ما تلوحش لينا ديك اللعبه، ما ديرش لينا لو ستريس، تقول لينا الا ما كرتوش ولا ما درتوش رانا ما غنشريش عند الفلاحه. سير انت عطينا اتساع اصلا، انت برك كطحن فينا هذه سنين 70 عام وانت كطحن في المغاربه، كتبيع لينا كيف بغيتي وكيقول لك لا حنا الجوده ديالنا هي العاليه ولا كذا، وراه حنا في الاخير واش هذاك الشيء بصح ولا ماشي بصح، ماشي ما كيدلش ان عندكم الجوده، وانتوما لانكم محتكرين السوق واخدين تقريبا 60% ديال السوق محتكرينه، محتكرينه بمعنى الكلمه، يعني كتصرفوا لا في الجوده لا في الاتمان. لا ماك باغي تقول لنا شي حاجه اخرى واش حنايا طايح علينا البق ولا كتحبنا حنايا في المريخ، ما فاهمينش اش كيتساروا. حنا راه عايشين في اوروبا وعارفين معلم، راه حتى شركه ما كتعطي اكثر ما كتسمح في البوفوار ديالها اكثر من 51%، هذه شركة إلا دخلت كاع مستثمرين ولا كذا كتلقى المعلم غير 49 باش كتبقى لها 51% باش كتبقى عند الكلمة الأولى والأخرى. أنتم المعلم شادين المارشي 60 ولا ما عاد 70% وتجي تقول لينا حنا دايرين فيكم الخير، ديروا في راسك المعلم، عمر فرنسا دارت فينا الخير، حنا عمر فرنسا كدير الخير على فرنسا في التاريخ ديالها، فرنسا في التاريخ ديالها غير كتقتل وكتطحن وكتسلخ وكتغيب الشعوب وكتقطع بهم راسهم. اسيدي عثمان ضربوه بالبانسات، قتلوا فيه 14000 واحد غير في ليله وحده، وعرفناكم واش درتو في الجزائر واش درتو في كل فرا. نتوما راه ما كتدخلوش باش كتعاونوا شي بلاد، كتدخلوا باش تسرقوا البلاد، كتدخلوا باش تديوا الخيرات ديال كل البلاد، باش كونوا واضحين. تقول لينا حنا بغينا حنا دايرين فيكم الخير، فين درتو فينا الخير؟ ما كاينش ليها لك البلاد ديالنا قدكم نتوما، كون تعطيونا حنا اتساع كون راه عايشين حنا بخير، خليونا حنا المعلم حنا غير في العصر الحجري ورا نجيبوا راسنا مخير. نتوما فين ما كتكون يديكم داخل شي دوله كطحنوا بوها،
وهذوك اللي كيتعاملوا معكم راه غير الخونه، انا كنعرف اللي كيتعامل معكم وكذا داخل الخونه. حنا بغينا لي زانفيستيسور ديال المعقول، ماشي يجي يلعب علينا العشره ويهضر معنا من الفوق. معلم بنادم اللي كيجي وكي انفيستي وسط البلاد كيخصو يتواضع ويكون درويش، فهمتي، ويكون شاكور بحال الاتراك ولا كذا، يكون شاكور على رب نعمته، ماشي يجي يلعب علينا العشره وسط البلاد، يبدا يلعب علينا يضرب علينا الكرافطي ويهضر معنا في الفوق. راه ما بقيناش مستعمرين، وراه واقيلا باقي مستعمر، اي باقي مستعمرين. مادام كيجي واحد بحالك مدير ديال شركه قراو الحوار ديالو، بحال راه هو اللي كيحكم البلاد، يقول لك كذا، الله الا شريناه بالله والله الا تسوقنا ليه، والمغاربه الا شراو سربوهم خصبوهم اللي كرفصهم ليه تسرهم بحال هكاك، زيدوا شربوه وكلوا. يلا حنا نبدا نهضر معقول. معلم عزة العزة لله ولرسول، حتى واحد يجي يهضر معنا من الفوق، راه كتبيع الحليب تراك مول الحليب المعلم، ولا ما عجبناش حنا ما نشربوش هذاك الحليب مالنا غنموتوا، والدراري اللي تزادوا وليد امواتهم يرضعوهم تهلاو فيهم ارضعوهم، راه ما كاين اللي كيصلح لهم غير الحليب ديال بصح ماشي هذاك ديال البقره ولا كذا، وخرجوا لينا من المودرنيزم ولا واللي كبير المعلم راه يعود يشرب الحليب ولا كذا، ولا ما كاينش الحليب يمشي ياكل اللوز ياكل القرقاع ولا كذا، راه لا ميم شوز المعلم، ما كاين حتى مشكل. معلم شتي حنا كنشروا لكم واحد الوعي ديال الاستقلال، ديال حريه التفكير، ديال حريه القرار. فلذلك حنايا منين ما كاين ابوها لا حكومه لا برلمان، اختارنا حنا الطريق الاخرى، المقاطعه هي التي انتخبنا حنا، مقاطعه، المقاطعه هو صوتنا حنا. كل اللي ما جاناش على راسه، كل اللي بغى يلعب علينا العشره يكون اللي كان نربيه بالمقاطعه. واش فهمتوا؟ والله العلي العظيم قسما بالله، وتثبتوا والله تتربيوهم كلهم، والله تيجي والارض. وفينا هو هذاك اللي قال لك انا نتحداكم، هذاك الافق الازرق ولا شفنا ما بقيناش شفناه، والله اننا معك في التحدي. ياك انا هو العبد الضعيف، اول واحد قال لك انا نتحداك ونشرطه متحدي. ياك حنا الاخوه مازال كنتحداو اخ النوش اللي تحدانا، ياك والله ما نتعاتقوا معاك حتى تجي تطلب منا السماحه قسما بالله، والله ما نقبلوك تكون على راس الحكومه، حين داك الشيء اللي كيتسارى هاد المشاكل كل اللي عندنا حنايا موازين والغير متزنه والقيامه كل اللي كدوز، ما سببه الا وجود المال والسلطه في ايادي واحده، هذا هو السبب ديالو، هذه المخلفات ديال السلطه والمال في يد واحده. وراه خرج علينا، خرج علينا هذاك تا وداك بن شماش وكيقول لنا الاسلام السياسي ولا كذا، انت شكون اللي قراك حتى انت؟ انتوما ما كتعلموش، فينا هو هذاك مول الشلاغم ديالك اللي شلاغم وقد هوك اللي كان شاد بحزب ديالك قبل منه، فينا هو هذاك اللي كان كيهضر وما كيعرفش اش كيقول، كيبداها ومني كيسالي ما كيعقلش واش هاد الهضره هي اللي بديت بها ولا ساليت بها، كيخربق. انتوما مالكم؟ انتوما واش انتوما محرشكم علينا شي واحد؟ تقول لنا اسلام سياسي وحنا ما بغيناش داك الشيء المحافظ ولا كذا، واش بغيت يا المعلم؟ حنا راه محافظين، حنا راه مسلمين، وحنا بغينا اللي يحافظ علينا ويدخل لنا داك الشيء ديال الاخلاقيات والادبيات. هو المعلم شنو الرجوع الى الاصل الفضيله، راه هذا هو الاصل ديالنا، ولكن انتم بغيتوا تسلخوا بونا تحيدوا لنا الجلده ديالنا، تخرجونا من الاصل ديالنا، تردونا شي حاجه اخرى. قال لك الاسلام السياسي، والله العلي العظيم وتحداك وانا صايم، شرح لنا الله يرحم لك الوالدين غير هذيك الكلمه بوحدها، الاسلام السياسي. دابا عندنا حتى العنصريين اليمينيين، اليمين المتطرف، هاد الصهاينه الخبثاء الانجاس، عندنا في اوروبا ولا في النمسا ولا كذا، يتكلمون بنفس اللغه، الاسلام السياسي. انتوما دي ماريونيت انتوما ولاش انتوما؟ انتوما منسلخين على مجتمعكم، وراه المجتمع ديالكم المعلم راه اسلامي، وراه المجتمع ديالكم بغى الاسلام السياسي، ما بغاش شيوعي ولا بغى اشتراكي ولا ديك التخربيق كله، راه هادشي اللي بغى المجتمع. وفوق ذلك كله حنا بغينا اللي يخدم البلاد يكون بوك حتى مجوسي، يلا خدموا لينا غير البلاد، ما الشفاره يا المخلوضين يا اللصوص، دخلوا المعلم كونوا حتى ديوتيين. وخدموا لنا البلاد وعطيوا للناس الحقوق ديالهم، وديروا لنا المصحات، وديروا لنا المدارس، وديروا لنا الانعاش، وديروا لنا كل شيء، وما تامنوش حتى بالله، يلا غير سيروا عطيونا اتساع، ما مسوقينش لكم. وكيجينك كيجي داك دابا، ولا كتجيو كتعطيونا غير الهضره وكتبركوا على الشفره. ردوا لنا 1700 مليار هي الاولى. الاسلام السياسي حافظ، وانا ضد العداله والتنميه، وانا ضد هذه،
وانتم مالكم انتم شكون اللي صفتكم علينا شكون؟ ولكن والله تنربيوكم مقاطعون. مقاطعون المعلم، مقاطعون. الله يرحم لكم الوالدين. شوف اش ديروا، لبسوا طويقيه ولبسوا قشيشيبه، اضربوا كاس ديال اتاي وقاطعوا يا اللي جاكم في الطريق وبغى يلعب 10 قاطعوه. كي جاتكم هذه؟ اول حاجه الا بغيتوا ديروها وتكونوا رجاله معنى الكلمه في هذا رمضان، تكون طريقه لطاعه الله، والله العلي العظيم تمشيوا اليوم، اسمعوني كاع اللي داخلين كيسمعوا وينشروا، والله العلي العظيم كون كان الا فيكم شي خير وفيكم ان شاء الله خير، اليوم دابا غنسالي من هذا المباشر تمشيوا كلكم وتمحيوا الدوزين، قسما بالله العلي العظيم، تمحيوها المعلم. عرفتي شنو هي تمحيوها؟ ديليت المعلم، راني حطيت لكم انايا فيديو كيفاش ديليتيوها، ديليت المعلم، محيها، ياك منين نمحيوها؟ نحيدوها، نطلبوني ونقول لهم حيدوها لينا من الماء والضو، كي جاتكم هذه؟ ما كنتفرجوش فيها، ما بغيناهاش المعلم، خلصوها صحة، نخلصوا الفجور والفساد، نخلصوه صحة. ديو لينا رزقنا صحة، واش كاين شي واحد كيجي يدي شي واحد يسكرو صحة؟ وراه بحال بحال، دخلها ليا للدار بحال راك سكرتيني صحة، ولا قلتي ليا فسد صحة، راه داكشي راه ما كاينش فرق، ما كاينش فرق المعلم، كنشوف المواضيع ديالها أنا راه غير قلال قل الحياة وقياس الخير والله يستر وحاشاكم، بحال جالس في دار الديور الحمراء، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكي جاتكم هاد الهضره؟ نتوما رجاله، قولوا لي واش نتوما رجاله؟ الا كانت فيكم شويه ديال النخوه وعزه وعندكم كرامه وعندكم غيره عن النساء ديالكم والابنات ديالكم في ديوركم، والله العلي العظيم لن تتركوا هذه دوزين في بيتكم، قسما بالله العلي العظيم لا تتركوها. وراه هذه راه جانب، سمعوني، جانب من مقاطعه تلك اللاموازين. واش فهمتوا؟ عند دوزيام كانت كتطلق الليل كامل 24 ساعة. يلا بداو هاد الخطوات هادي. شوف حنا غنبداو نديرو لكم دي بلانات صغيورين زوينين، فهمتي؟ ونحركوا فيكم شوية ديال الوطنية حرة، الوطنية الحقيقية، أن الإنسان يدير شي حاجة لهاد البلاد، ماشي نبقاو غير اللي خرج كيقول لك أنا فين حقي، أنا بغيت الفلوس، أنا بغيت نخدم. أجي كنا إن شاء الله نمشيو واحد الخطوة نعطيو لهاد البلاد أضعف الإيمان، نقولوا كلمة الحق ونصحوا ونرشدوا الناس اللي قدامنا، نرشدوهم ونوعيوهم، نبداو إن شاء الله، نبداو شمني نبداو هكا إن شاء الله، عاد بحال داك اللي كيزرع شي نبتة وكيعطيها واحد الوقيت باش كيبدي يهز التفيفيحة ديالتو من الشجرة وكذا، حنا نبداو كذلك، نبداو بهذ الطريقة الإيجابية الإرشادية التوعوية ما بيننا وبين إخواتنا وكذا، ونحصنوا البيوت ديالنا، راه حتى واحد المعلم، شوف كما قلت لكم فلوسكم جيبكم، حتى واحد ما يلزم عليكم باش تشريو وسلعتهم في يديهم، حتى أنت كذلك ملي كتسد عليك بابك على الدار ودخل الدار المعلم، حتى واحد ما يقدر يتحكم ليك فاش كتفرج. وانتم العيالات يا السيدات يا الاخوات يا الرجاله ديالكم، الا خلاو لكم دوزيام في الدار ما تبقاوش تسمعوا لهم كلامهم، راه ما كيحافظوش على الكرامه ديالكم وما عندهمش غيره عليكم، ولا يحبونكم، لو كانوا يحبونكم والله لا يتركونكم تفرجوا في هذيك البساله وهذاك الفجور وفي رمضان فوق ذلك، عريانات مسخات مقلقات، وهذوك الرجاله عندهم اشكال مخنتين، ما هما حتى اشكال الرجال، ما يديروش حتى الولاد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا جبت لكم من الآخر وتذكيرة، تذكيرة للمباشر، أنا تكلمتكم على هذاك المدعو عدنان إبراهيم. أنا علاش كنهز لكم هذا الموضوع هذا؟ حيت أنا أعرفه، أنا شاهد عيان، أنا شفته باقي جاي هنا مقلط، ما عنده لا تيتي لا حب الملوك، وشتو كنا نثق فيه ونجلسلو ليه، لأن عنده كلام، يتكلم المعلم، عنده اللغو، يفقه وهو قارئ، ليس شيخ أو كذا يقرأ. وكنا حنا هذيك الساعة باقي الله هدانا الله هذه 30 عام، فهمتي؟ كان إنسان شوية ما ماشي متمكن من الدين وكذا، فالوقت اللي كنا جلسنا معاه، لكن حنا أكرمنا الله بشيوخ الحمد لله كنا كنجلسوا معاهم، فتلقنا منهم العقيدة الصحيحة وكذا، فرأينا تناقضه. لكن اليوم الذي تجاوز وتكلم على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ونحن المغاربة من حسنات معاوية، معاوية هو الذي السبب في فتح المغرب،
الحمد لله فجزاه الله خيرا عنا. كما كانش معاويه كون رحنا باقيين كنعبدوا الشجر ولا نعبدوا القياس ولا الحجر، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فلذلك انصحكم واقول لاخوتي المغاربه الذين يتعاطفون مع الدجال، والله انه مرتزق، والله العلي العظيم. وانا رفعت لكم فيديوهات كثيره لاريكم تناقضه، وهو يشهد على نفسه بلسانه. حتى اخ خرج عندنا ودار واحد الفيديو ديال 56 وكذا، يقول لك لا وكذا، هو ديما كيخرج كيقول لك انا كنت على خطا. هذه هي ديعه. وانا دابا كنعتذر، الانسان الذكي هو اللي كيتراجع، ودارها كيتراجع، تراجع على كل شيء. والله يرضي عليكم، الله يهديكم، واني احبكم في الله فلذلك اخاف عليكم. هذا راه تبعوه، راه تساليوه في الالحاد. شي يا اخوان الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. تكلم عن الملك، الملك له الطاعه دائما وابدا، امير المؤمنين. تتكلموا معي تسالوني عن الملك، نعم امير المؤمنين له الطاعه التامه. كي جاتك هذه؟ أنا عارفك أنا كتقلب على شيء قلته، ونحن نتحرك تحت شعار الله الوطن الملك. دائما وأبدا، وولاؤنا له. ونحن نشتغل معه، وحنايا ننتقد كل من بيننا وبينه. لكن نحن لنا الأخلاق والأدبيات والطاعة لأمر المؤمنين. تقول لي هضر مع الملك، من أنت ومن أنا حتى تتكلم عن الملك؟ شكون حنا؟ الملك له حاشيته، وهو في غنى عنك او عني، وفوق كل هذا اللي بغى. ورا هذا الكلام كله ان شاء الله ما هي الا رسالات مؤدبه خلوقه الى صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله. لكن انتم اوباش قرارات، انتم والله العلي العظيم لا مكان لكم بيننا. احنا كما اتفقنا نحن مغاربه كلنا نريد الخير لهذا البلد، وكل من دخل وأراد أن يحرك أي نزعة أو كذا نحن له بالمرصاد. فوالله ماذا تظنون أننا نتكلم هكا ونتحرك كل يوم نخرج عليكم؟ لأن والله إحساسنا أن هناك شيء في الخفاء يتحرك، ونحن نخاف على البلد، ونريد أن ننصح لكم وأن نرشدكم. لأن الحمد لله عايشنا ما حصل في العالم العربي، وعن قرب يا إخوان العبد الضعيف عايشته على قرب، عايش كل الناس السوريين العراقيين المصريين التونسيين، وكنا ننصح لهم أن يجمعوا ولا يفرقوا. فلذلك استفدنا من هذا كله، فلذلك ننصح لكم، نحبكم في الله، إنكم أهالينا، ولا نريد لكم إلا الخير، فلذلك ننصح لكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله أمير المؤمنين حامل الملة والدين، أن يوفقه إلى ما فيه خير للدنيا والآخرة، وأن يوفقه إلى الرشد والصلاح، وأن يرزقه بالبطانة الصالحة التي تعينه على تحمل مسؤولية، لأن مسؤولية رعيته كثيرة، 40 مليون لا حول ولا قوة إلا بالله، يكون في عون دياله. فأسأل له القوة، وأسأل له الرشد والرشاد إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشعب المغربي والعالم العربي وكل المسلمين إلى ما فيه خير لهم في الدنيا والآخرة، وأن يجعل هذا الرمضان رمضان مبارك، رمضان شهر الكرم، شهر الطاعات، شهر الخير والبركة، أن تعم الخيرات والبركة على كل الأوطان وعلى الأمة الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.